أعزائي مشاهدي برنامج بيور فيت، أهلا بيكم في حلقة جديدة من البرنامج، وبنفكركم بأهداف برنامج بيور فيت. بيور فيت هو برنامج طبي بيطري شامل، يهدف البرنامج إلى تفعيل دور الطب البيطري في المجتمع المصري والعربي، ويهدف أيضا إلى حل مشكلة البطالة بتقديم مشاريع إنتاجية ودراسات جدوى ليها. وبفكركم طبعا ان احنا اتكلمنا عن مشروع تربية الحمام في 4 حلقات، ومشروع إنتاج الأرانب في 5 حلقات. أيضا برنامج بيور فيت قررنا فيه ان احنا نسلط الضوء على الطب البيطري، ونسلط الضوء على البروتين الحيواني وسلامة البروتين الحيواني للاستهلاك الآدمي، وازاي ناكل لحمة مضمونة، ومش بس لحمة ولكن أيضا اللبن والجبن والبيض والزيوت، كل دي في نطاق الطب البيطري واللي هو بيور فيت بيقوم بيها. أيضا الطب البيطري مودة وألفة من خلال الحيوانات الأليفة، الحيوانات الأليفة أو البيت أنيمالز اللي هي القطط والكلاب، واللي هي طبعا الناس بدأت تهتم بيها وبدأ يبقى لها راو أو ضجة كبيرة اليومين دول، والناس ما بقاش تستغنى عنها، وفي ألفة بينهم، وفي نقول بقى الأنيمال رايتس، دي حقوق الحيوان هي بدأت تطبق وكده، بقى فيه اهتمام وبقى فيه وعي كبير بالحيوانات الأليفة. أيضا الطب البيطري سياحة زي ما بنقول حدائق الحيوان، وإن شاء الله في نهاية الحلقة هيبقى عندنا فيديو من حديقة الحيوان اللي هي وحشتكم واللي هي مغلقة دلوقتي، بس عندنا الفيديو ده كنا مصورينه قبل الحظر. الطب البيطري كده زي ما اتفقنا قلنا ان هو انتاج بروتين حيواني، وصحة الانسان من خلال سلامة البروتين الحيواني للاستهلاك الآدمي، من خلال الامراض المشتركة اللي ممكن تنقل من الحيوان للانسان للمربي، سواء في البيت كحيوانات أليفة أو سواء في المزرعة كخيول وأبقار وأغنام وماعز، دي ممكن في أمراض مشتركة عديدة كده. فطب البيطري وبيور فيت لحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة اللي ممكن تتنقله من الحيوانات الأليفة اللي بيربيها معاه في البيت أو من حيوانات المزرعة اللي هو بيرعاها. اتفقنا كمان ان برضو الممارسات الجيدة في التعليم البيطري هنهتم بيها ونلقي الضوء عليها، دي اهداف برنامج بيور فيت اللي عرضنا منه على قناة الصحة والجمال وانفردت بيه حصريا 12 حلقة سابقة. النهاردة احنا بنستكمل طبعا بعد انقطاع طبعا كان سببه زي ما انتم عارفين كان عندي اصابة في مفصل الكتف وكده، وبالاضافة طبعا للحظر والكورونا، بنستنى في البرنامج تاني بروح جديدة وباستكمال لكل أهداف بيور فيت بإذن الله. في بداية البرنامج أسرة بيور فيت بتنعي بمزيد من الحزن والأسى الأستاذ الدكتور حسام الدين عبد العزيز العطار، أستاذ الدكتور حسام الدين العطار أستاذ الأمراض الباطنة بكلية الطب البيطري جامعة بنها، وأول رئيس لجامعة بنها. جامعة بنها لما انفصلت عن جامعة الزقازيق كان أستاذنا الدكتور حسام العطار ربنا يرحمه يا رب ويتقبله، كان هو أول رئيس لجامعة بنها. أستاذ الدكتور حسام العطار شخصية فذة، كان رجل لهذا الزمان، رحل عن عالمنا عالمنا الجليل أستاذ الدكتور حسام الدين عبد العزيز العطار. راجل إيه، مرونة وحيوية وعقلية فذة وتواضع، عشق مهنته وعشق طلابه وزملائه، وكان قدوة لينا في كل حاجة. طبعا درس لي في البكالوريوس سنة 87 وربنا يجعله في ميزان حسناته، وحتى كتبت له يعني من حبي لي ومن تأثري به كتبت له بعض أبيات كده، مع إني مش شاعر قوي يعني، فقلت له: بك يا عطار تعطرت البيطرة بعمادتك، بك يا عطار تعطرت البيطرة بعمادتك، بك يا عطار تزينت المدن الجامعية بقيادتك، بك يا عطار تزينت المدن الجامعية
بقيادتك، بك يا عطار تشرفت جامعة بنها برئاستك، بك يا عطار تشرفت جامعة بنها برئاستك، بك يا عطار تزين الهلال الأحمر بإدارتك. فالدكتور حسام العطار أسس مسجد الكلية، وكان ما بيسيبش صلاة من اللي في أثناء العمل الظهر والعصر، بيصليهم جماعة في المسجد، كان بيؤمنا طبعا، وكان بيعمل حاجات جميلة جدا. يعني مرة أنا كنت بصلي وهو جه متأخر، وأنا كنت معيد صغير، فجي يصلي ورايا مأموم. أنا بقيت إيه الراجل ده، متواضع عميد الكلية جاي يصلي ورا معيد وكده. فبصراحة يعني لما نقول إن الرجل، هذا الرجل الذي أسس مسجد الكلية وكان ما كانش بيسيب وقت إلا ما يصلي فيه جماعة مع تلامذته وزمايله، نقول ده رجل تعلق قلبه بالمسجد. ودول اللي ربنا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليهم في 7 يظلهم الله بظله، رجل تعلق قلبه بالإيه؟ بالمساجد. فدكتور حسام العطار أيضا النبي قال لنا برضو في حاجة، قال لنا إيه؟ إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ونحن نشهد لك بالإيمان يا حسام الدين. رحمك الله أستاذي الغالي أستاذ الدكتور حسام العطار، وجعل علمك الذي ينتفع به في ميزان حسناتك يوم القيامة، ولا يقطع به عملك في الدنيا. وداعا أستاذنا الدكتور حسام الدين عبد العزيز العطار. في الحقيقة برضو في شهر رمضان 2 غاليين قوي علي توفاهم الله بعد الدكتور حسام العطار، الأستاذ الدكتور صفوت رجب. الأستاذ الدكتور صفوت رجب أستاذ التشريح والأجنة بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، ومعذرة بس مع فريق الإعداد ما قدرتش أنقل الصور، فبعتذر لزمايلي. فالأستاذ الدكتور صفوت رجب ده كان قمة في الأخلاق والاحترام والعلم والتواضع، وعامل متحف جميل جدا في كلية الطب البيطري، مفخرة لقسم التشريح والأجنة بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، طبعا في ميدان الجيزة، طبعا في الكلية القديمة والكلية الجديدة، قسم التشريح في الكلية القديمة. فحاجة جميلة جدا، وإنسان قمة في العلم وقمة في التواضع. وتوفى يوم الجمعة، 22 مايو. فلما يوم الجمعة دول قيل عن الذين قبضهم الله يوم الجمعة أنهم يعصموا من عذاب القبر، يعصموا من عذاب القبر، الشهيد والمبطون الميت بداء البطن، والمتوفى يوم الإيه؟ يوم الجمعة. فنسأل الله العلي العظيم أن يتقبل أستاذنا الدكتور صفوت رجب بقبول حسن، وأن ينفع بعلمه، وأن لا يقطع عمله في الدنيا بعلمه الذي ينتفع به. وداعا أستاذ الدكتور صفوت رجب، يا صفوت الأساتذة، يا من رحلت عنا في شهر رمضان، فتقبلك الله بقبول حسن، ونستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. النهارده برضو استاذنا الدكتور اسماعيل عبد العزيز، استاذنا الدكتور اسماعيل عبد العزيز استاذ التشريح والاجنه المتفرغ بكليه الطب البيطري جامعه اسيوط، توفاه الله، انتقل الى جوار ربه. فاسره بيورفيت تنعي بمزيد من الحزن والالم، بقلوب يعتصرها الالم وفاه استاذنا الدكتور اسماعيل عبد العزيز. دكتور اسماعيل عبد العزيز كان قمة في العلم وقمة في الالتزام، وبيحب قوي أساتذته، وكان بيدينا قدوة، يعني وصل لنا كده أجيال كده، وصل لنا الالتزام وحب العلم وحب أساتذته. كان بيجي يمتحن عندنا شفوي، طبعا ما بيجي من أسيوط بقى، بيركبوا القطر الساعة 12 بالليل، يوصلوا الجيزة الساعة 6 صبح ولا 7، ينزلوا الاستراحة ويجوا يمتحنوا ويبيتوا، عشان يمتحنوا في كذا كلية كده، مش عشان حاجة والله، كانوا بيصرفوا أكتر من الفلوس اللي بتطلع لهم، بس كان عشان يشوفونا ويعلمونا وينقلونا توصيات أساتذتهم. فأيضا شارك بجهد كبير جدا في المتحف، متحف التشريح في كلية الطب البيطري جامعة أسيوط، اللي هو يعتبر دلوقتي بقى مزار سياحي، مزار سياحي في كلية الطب البيطري جامعة أسيوط. ده أستاذنا الدكتور إسماعيل عبد العزيز رحمة الله عليه.
دلوقتي احنا اول فقرات بيور فيت بنتكلم على الايه، على مرض الكورونا في الحيوانات. ماذا عن الكورونا في الحيوانات؟ طبعا الكورونا دي عيلة كبيرة اسمها فاميلي كورونا فيريدي او عائلة فيروس كورونا. الكورونا ده ار ان اي فيروس وسنجل ستراند، يعني شريط واحد او سلسلة واحدة. الكورونا فيروس ده هو زي ما بيسبب فطبعا هنتكلم على الكورونا في الحيوانات، ولا يفتى وضياء الدين ابو الحسن في المدينه. فمعانا مداخله من استاذ الدكتور ضياء الدين ابو الحسن، استاذ الامراض المعديه بكليه الطب البيطري جامعه القاهره. بنرحب بيك يا دكتور ضياء. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور ضياء، الساده المشاهدين متعطشين يعرفوا هي الكورونا بتصيب الحيوانات ولا لا؟ ده رقم واحد، فحضرتك تقول لهم ايه؟ اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. الحقيقه الفيروسات التاجيه او فيروسات الكورونا هي في الاصل ذات مصدر حيواني، يعني اول ما اكتشفت في الحيوانات، ودي من فتره طويله جدا في العالم، وابتدينا نشخصها في مصر يمكن من سنة 1965. هذه الفيروسات بتصيب عدد كبير جدا من الحيوانات، بتصيب الكلاب وبتصيب القطط بأعراض تنفسية وإسهال، وأحيانا أعراض تنفسية وإسهال مع بعض، سواء الجهاز العلوي التنفسي أو الجهاز السفلي التنفسي. كمان بتصيب صغار الأبقار والخيول والأغنام والخنازير، وكمان بتصيب الدواجن، وبتصيب التركي، وبتصيب الفئران والعرس. فدي مجموعة كبيرة جدا من العوائل اللي بتصاب بفيروس الكورونا. إنما الحقيقة احنا في مصر وفي العالم تقريبا كله بنسيطر على الإصابات الفيروسية للكورونا بعدة لقاحات فعالة يمكن بتصل ل 100% في الحيوانات. إذا استخدمناها بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب وبالجرعة المناسبة. النهاردة بقى عندنا مشكلة في الكورونا والإنسان. طيب، زي ما احنا عارفين إن دور الطبيب البيطري هو حماية البشر من الأمراض اللي ممكن تتنقل له، سواء من الحيوان أو من المنتجات الحيوانية. الفيروسات الكورونا بصفة عامة بتحتوي على حامض نووي أحادي. هذا النوع من الحامض النووي الأحادي بيحدث فيه عدة طفرات في وقت قصير. هذه الطفرات ممكن تقويه وتزود من طراوته، وممكن تقلل من الضراوة وتضعفه. الطفرات دي بتحدث نتيجة ان هذا الفيروس ما عندوش الآلية اللي تصلح هذه الطفرات، وبالتالي احنا بنلاحظ ان بعض فيروسات الكورونا اللي بتصيب الحيوانات ممكن تنتقل من الحيوان الى البشر، ثم تنتقل بين البشر من شخص الى اخر. يعني في البداية تنتقل من الحيوان لشخص نتيجة هذه الطفرات، ثم تنتقل بعد ذلك بين البشر من شخص إلى آخر. بدون طفرة يا دكتور ولا بدون طفرة؟ نعم، بدون طفرة. لا، هو اللي بيخليها تنتقل من الحيوان للإنسان بيحصل فيها طفرة. يبقى بعد ما تتغير. أيوة. والطفرة تبقى مشابهة للفيروس بتاع الإنسان. بالظبط، وإلا كان أيوة. كل الحيوانات تبقى معدية للإنسان. تمام. إنما نتيجة لطبيعة هذا الفيروس اللي هو أحادي الحمض النووي بتحصل الطفرات دي قد تصيب الإنسان من الحيوان، وبالتالي تنتشر بين البشر من شخص إلى آخر بعد كده، زي ما شفنا مثلا في السارس سنة 2002 لما انتقل من البات من القطوط للقطط
والعرس، ومن القطط والعرس للإنسان، وبعدين ابتدى يتنقل من إنسان لآخر. وزي ما شفنا في سنة 2015 المتلازمة الشرق الأوسط اللي هي المرسة، لما اتنقلت في دول الخليج من الجمال أو الإبل للإنسان، وابتدت تنتقل من الإنسان إلى آخر. وأخيرا زي ما شفنا كده كورونا المستجد اللي هو كوفيد 19 اتنقل من الوطواط إلى سوق الحيوانات في أوهان، ثم انتقل من الشخص اللي اتعدى في أوهان اللي هي كانت الست اللي بتبيع الطيور إلى البشر، ومن البشر انتشر إلى العالم من شخص إلى آخر. طب يا دكتور، هو حضرتك بس دلوقتي الناس اللي عندها حيوانات أليفة، هل تتخلص منها ولا تحافظ عليها ولا تنصحها بإيه؟ طيب، يعني هل المرض ده بيتنقل من الحيوان من الحيوان للإنسان؟ هو ده تقصد سعادتك؟ هل نتخلص من الحيوانات عشان خايفين؟ عشان خايفين، عشان خايفين لا تأذينا مثلا. هو دايما احنا بنعتمد على المنظمات الدولية، منظمة الصحة العالمية، مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها اللي هو بيسموه CDC في أمريكا، على المعلومات اللي تخلينا نقدر نتصرف. الحقيقة المعلومات لغاية النهاردة محدودة جدا، هل ينتقل من الحيوان للإنسان ولا لا، بس لغاية النهاردة بيقولوا إن انتشار الفيروس كورونا المستجد منخفض، إنما حتى الآن ما نقدرش نجزم إنه بينتقل بصورة كبيرة من الحيوان إلى الإنسان. تمام يا دكتور، يعني دلوقتي بحضرتك دلوقتي احنا كتبنا كده على الصفحة بتاعتنا ان لو العربية بتاعتك ما هيش مصفحة من تحت، وانت الصبح وانت بتسخنها الصبح اوعى تقفل ازاز العربية، تمام، وده بالذات لو الجراج بتاعك فيه عرس. تمام. فياريت حضرتك توضح للسادة المشاهدين ايه الحكمة من كده، او ليه هنوصيهم بكده. او احنا زي ما احنا قلنا ان المعلومات اللي عندنا ما زالت محدودة جدا، والمراكز الابحاث بتبحث دلوقتي في كيفية انتقال الكوفيد 19 بين الحيوانات واي انواع من الحيوانات، وكيفية انتقال المرض للحيوانات او من البشر للانسان، من البشر للحيوان او من الحيوان للبشر. انما احنا قياسا على اللي حصل في السارس، حضرتك تعلم ان السارس اللي كان 2003، بنفكر المشاهدين السارس كان 2003 2002 2002 ايوه هم النهارده الكوفيد 19 بيسموه سارس 2. سارس 2 عشان نفس العيله يعني، لان لا لان لما عملوا التحليل التسلسل الجيني للفيروس الكوفيد 19 لقوه متطابق بنسبة كبيرة جدا مع فيروس السارس. فبعض الناس بيطلقوا عليه السارس 2 أو النوع الثاني من السارس. النوع الثاني من السارس لما جه في 2002 كان بيتنقل من العرس والقطط إلى الإنسان. وبالتالي دوروا على المستقبلات بتاع هذا الفيروس في الإنسان، لقوا إن نفس الفيروس اللي كان في السارس هو نفس المستقبل اللي في كورونا المستجد. وبالتالي في شك كبير جدا ان هو ممكن ينتقل الى الانسان اما عن طريق القطط او عن طريق العرس. في المناطق الشعبيه في مصر بنلاقي كميه العرس كبيره جدا، والعربيات اللي موجوده قديمه شويه ومش مصفحه من تحت. فالعرس بتبات في العربيات دي وبتتبول، الفيروس بينزل في البول. لما انا ادور الموتور بتاع العربيه الصبح في الشتاء وانا قافل الازاز، السخونيه بتاع الموتور هتبخر البول، وفي احتماليه ان جزيئات الفيروس تتطير داخل كابينه السياره، وفي
تؤدي الى واستنشاقها يؤدي الى الاصابه بالفيروس. هذا الكلام لم يتاكد بنسبه كبيره حتى الان، ولكن ان احنا في الامور اللي فيها اوبئه خطيره بنحاول ان احنا نتجنب ما قد يسبب انتقال العدوى. طيب اللي فهمته من حضرتك يا دكتور ان احنا دلوقتي مش هينتقل من حيوان لانسان الا اذا حصل له طفره، والطفره دي هتخليه يشبه الايه الفيروس، فيروس كورونا اللي هو خاص بالانسان. ايوه. طيب يبقى كده احنا ايه، خلاص يبقى في طفره. يبقى انا كحاتم يعني لو عندي حيوان اليف خلاص هيبقى زي واحد من افراد اسرتي، بمارس عليه كل حاجه، الحظر والتباعد وكل الاحتياطات دهية، وبخليه عندي وخلاص. صحيح. صح كده؟ صحيح. هو 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 المشكلة جت منين؟ المشكلة إن حصل إن بعض الكلاب اللي أصحابها أصيبوا بالكورونا اتنقل الفيروس من البشر للكلاب والكلاب دي ماتت. وبعض أصحاب القطط برضو اتنقل لهم، نقلوا الفيروس للقطط والقطط دي ماتت. الكلام ده يمكن في شهر مارس في الصين. في آخر إحصائيات اتنشرت إن في 27 أبريل الفات، يعني من شهر تقريبا، بعض النمور والأسود في جنينة الحيوانات بتاعة ولاية نيويورك في الولايات المتحدة أصيبت بأعراض تنفسية، ولما عملوا لها اختبار للكورونا فيروس الكورونا المستجد لقوها إيجابية. فلما عملوا استقصاء لسبب دخول الفيروس في هذه الحيوانات لقوا إن الموظف اللي مسؤول عن الرعاية أصيب ومات، أصيب بالكورونا ومات، فاتنقلت العدوى منه للنمور والأسود. حصل عليها بعض الأعراض التنفسية بس الحقيقة ما حصلش نفوق بين الحيوانات دي. فعلشان كده احنا دايما نقول ايه، اذا كان في شخص مصاب بالكورونا وعنده كلب او عنده قط، فمن باب الاحتراز ان هو ما يتعاملش معاه، زي ما ما بيتعاملش مع البشر ما يتعاملش مع الحيوانات الأليفة اللي موجودة في البيت. والنهاردة احنا شفنا ان الاشخاص الطبيعيين اللي ما عندهمش اعراض قد يكونوا حاملين للعدوى وينقلوا المرض للاشخاص الاخرين. وبالتالي اصبحنا دلوقتي بنقول اي حد يتعامل مع حيوان لابد ان هو يتعامل معاه بكل الاجراءات الاحترازية زي ما بيتعامل مع البشر بالظبط. يعني يا دكتور وحضرتك جالنا سؤال على صفحتنا برضو وبيقول ايه، هل يجب اجراء اختبار فحص لاي حيوان تظهر عليه علامات امراض الجهاز التنفسي؟ هو هنا جاوب على السؤال ده مركز التحكم والسيطره في الامراض اللي هو CDC في امريكا، وقال ان في الوقت الحالي مش مطلوب ان احنا نعمل الاختبارات بتاعه الكوفيد 19 الا اذا تاكدنا ان حيوان عليه اعراض تنفسيه شديده وتم مخالطته باحد المصابين بفيروس الكورونا وتاكدت اصابته. طيب يا دكتور ضياء، في سؤال تاني بيقول هل يجب ان اتجنب الاتصال بالحيوانات الاليفه او الحيوانات الاخرى اذا كنت مريضا بفيروس كورونا كوفيد 19؟ لا انا ما سمعتش يا دكتور حاتم. هل يجب، المشاهد بيقول ايه، بيقول هل يجب ان اتجنب الاتصال بالحيوانات الاليفه او الحيوانات الاخرى، يقصد حيوانات المزرعه مثلا، اذا كنت مريضا بفيروس كورونا كوفيد 19؟ يعني المريض ما ده اللي احنا جاوبناه عليه من شوية، وقلنا ان هو ما نتجنبش، انما يعني ناخد الاحتياطات الاحترازية والاجراءات الاحترازية زي ما بنتعامل مع البشر بالظبط.
انما السؤال اللي المفروض يعني نقدر نجاوب عليه، لو انا عندي حيوان اليف في البيت وظهر عليه اعراض تنفسيه، اتصرف ازاي؟ تمام. ففي الحاله اللي زي دي على طول نمره واحد لازم اطلب الطبيب البيطري اللي بيتابع معايا الحيوانات بتاعتي، واحدد معاه بالتليفون زياره سواء للمستشفى او للعياده، ولما اخرج في الميعاد المحدد للزياره علشان ما يتمش اختلاط لا بين البشر والحيوان ولا بين الحيوانات والحيوانات الأخرى. وأنا بكلم الطبيب لازم أقول له إن في مخالطة تمت ما بين الحيوان ده وأحد الأشخاص المصابين بالكوفيد 19، وإن ظهر عليه أعراض تنفسية. في الحالة دي الطبيب بيفحص الحيوان فحص جيد، وإذا ابتدى يشك إن ده ممكن يكون مصاب بالكوفيد 19 على طول بيتصل بهيئة الخدمات البيطرية، وهي بتبعت عربية مخصوصة تاخد الحيوان ده وتاخد منه العينات وتفحصها في معامل صحة الحيوان في الدقي. وكان اللجنة العلمية للهيئة العامة للخدمات البيطرية طلعت بعض الإرشادات ووزعتها على كل الأطباء البيطريين بكيفية التصرف في حالة الشك بإصابة الكلاب أو القطط بالكوفيد 19. تمام يا دكتور ضياء. طبعا دكتور ضياء نور لنا الأماكن المظلمة في المعلومات، بما إنه ضياء يعني، وبما ان العلم نور، ووضح لنا نقط كتيره. بس كنا عاوزين نستوضح منه اخر حاجه، اللي هو ما وضع حضرتك الحيوان الان. الحقيقه وضع حدائق الحيوانات خصوصا في الفتره اللي احنا فيها حاليا هو وضع حساس جدا. زي ما قلنا ان النمور والاسود في الولايات المتحدة ابتدت تصاب داخل حدائق الحيوان من أشخاص مصابين بالفيروس. الفصيلة القطية والفصيلة الكلبية بالذات لابد إن احنا نعمل لهم إجراءات احترازية، سواء إن احنا نحط لهم ستاير زجاجية أو عوازل بعيدة عن الجمهور بمسافات مناسبة لا تقل مثلا عن 4-5 متر. نمرة اتنين، لازم نتابع الزوار اللي داخلين حديقة الحيوان سواء بالأشعة تحت الحمراء أو إن احنا ناخد درجات حرارة الناس اللي داخلة بصفة منتظمة، بحيث إن لو تم الشك في أحد الزوار فيعني بنمنعه ونقول له يجي لنا في وقت تاني. طبعا دكتور دي يعني بس بنوضح للناس ان الفصيلة القطية اللي هي حتى الاسد يندرج تحت الفصيلة القطية. لا، النمور. والاسد. الاسد يعني هو ممكن يعني نضيفه شوية قريب للفصيلة الكلبية مجازا. والله انا متهيألي يا دكتور ان الاسد في الفصيله القطيه، حتى كان في فيلم حتى في القط اصله اسد. المهم مش سامع يا دكتور حاتم، ها مش سامع حضرتك. بقول متهيألي اللي هو الاسد فعلا من القطيات، انما الذئب هو اللي من الكلبيات. انا مع حضرتك، القطيات اللي هي الفلاينج. انا ما قلتش ان هو من الكلبيات. انما الفصيله الكلبيه بصفه عامه لازم نضمها للفصيله القطيه في الاجراءات الاحترازيه تمام. من العدوى بالكورونا المستجد. طيب دكتور، انا اقول لحضرتك بقى اللي فهمته، على اساس بس نبلوره للساده المشاهدين عشان المعلومات الكتيره القيمه واللي هي متداخله واللي هي بنبلورها للساده المشاهدين، ان انا عندي حيوان اليف، فلو انا مصاب بالفيروس فانا ببتعد، ما انا كده بعمل حاجه من اتنين، يا عزل منزلي يا
يعزل في المستشفى، فانا كده كده مش هقرب للحيوان الاليف اللي عندي لو انا مصاب بالكورونا. ليه؟ عشان حتى ما ياخدش المرض ينقله حتى كسيرفس لابنائي او لحد تاني. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو الحيوان ظهر عليه اعراض تنفسيه بستشير الطبيب البيطري او المستشفى او العياده، بحيث ان هم يشوفوا اللازم او يعملوا التحاليل اللازمه علشان لا، مهم جدا ان هو يقول له تاريخ الحاله، يعني يقول له ان هو كان مخالط لاحد الاشخاص الايجابيين وعليه اعراض تنفسيه. ده اكيد. والدكتور المعالج طبعا بيبدا يدور في الكيس هيستوري او في تاريخ الحاله وكده. وزي ما قلنا اللي هي طبعا لو انت مسخن العربيه والعربيه ما هيش مصفحه من تحت، بيتوقع ان في عرس فيها موجوده وتبولت فيها، فلو بتسخن العربيه الصبح فالبول بيتبخر، فلو انت قافل الازاز هتستنشق كميه كبيره قوي من البول بتاع العرس اللي هو بينزل فيه فيروس كورونا، فيبقى انت عرضه للمرض. يعني انا ننصح بانك تسخن العربيه والازاز مفتوح وانت براها. تمام يا فندم. تمام. وده من باب الاحتراز فقط. من باب الاحتراز فقط. لما لم يتاكد علميا ان هو زي السارس بالظبط. تمام. استاذنا الدكتور ضياء الدين ابو الحسن، استاذ الامراض المعديه بكليه الطب البيطري جامعه القاهره، شكرا جزيلا لسيادتك. وحضرتك بقى ما توعدنا انك مش هتبخل علينا باي معلومات لو اتصلنا بيك في اي استفسار او اي سؤال جالنا على صفحه البرنامج. تحت امرك يا دكتور حاتم. واهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. الله يخليك. شكرا. والحمد لله على سلامتك وعوضا حميدا ان شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا دكتور. الله يخليك. في امان الله. شكرا. اعزائي المشاهدين، احنا طبعا دلوقتي لحد طبعا في مداخله مع دكتور سعد شعراوي. ايوه المخرج بيقول لي الو. تمام. لسه. طيب دلوقتي احنا دلوقتي مهتمين بنتكلم على الكورونا في الحيوان ليه؟ لان احنا عندنا حيوانات اليفه، ما هو برضه الهدف في الاول وفي الاخر هو صحه الانسان. يعني لما كنا بنتكلم على البروتين الحيواني وسلامته، ما برضه عشان صحه الانسان. وربنا اللي قال في القران بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني ادم، فتكريما لبني ادم كل المخلوقات الثانيه بتخدم على بني ادم. فاحنا دلوقتي مهتمين بالحيوانات الاليفه ليه؟ علشان والحيوانات المزرعه، عشان دي شغلتنا احنا بتوع الطب البيطري، احنا المختصين دي مسؤوليتنا ان احنا نحمي الانسان من خطر الامراض المشتركه التي يمكن ان تنتقل اليه من حيوانات المزرعه الانتاجيه اللي بيربيها او الحيوانات الاليفه اللي بيربيها في منزله. ده كده. وبعدين احنا بقى في وقت العلم فيه مهم جدا. يعني دلوقتي في حكمه بتقول القليل من العمل مع العلم كثير، القليل من العمل مع العلم كثير في مردوده او في انتاجه، والكثير من العمل مع الجهل قليل. يعني لو اشتغلت كتير قوي وانت تجهل حاجه يبقى النتيجه هتبقى ايه؟ هتبقى صفر او كميتها قليله. فلازم ناخد بالعلم. ونحن طبعا في برنامج بيور فيت بنتبع الايه القرانيه اللي هي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. دلوقتي الحاجه اللي حزه في نفس الواحد قوي اللي هي استهتار الناس، استهتار الناس وما بيراعوش التباعد الاجتماعي، المسافه اللي هي متر على الاقل، وما بيستخدموش الكمامه. طبعا هو مش هقول لك بقى الكمامه، انا معايا الكمامه هي، بس طبعا عشان اتكلم وتشوف انت البادي لانجوج عندي فلازم اخلعها مؤقتا. انا ما جنبيش حد اهو، انا الهواء والهواء نظيف يعني. طيب فاذا انا بقول ايه؟ بقول انا بحذر الناس. هو انت المفروض تتعامل مع كل واحد على انه مصاب، انت تتعامل مع كل واحد على انه مصاب ماشي، او عنده بس مش ظاهر عليه الاعراض. ما هو ده اللي حاصل يا اخوانا، ده اللي حاصل. ليه بقى؟ يعني انا اقول لك واقع علشان برضو احذر ناس وانبههم. لو قلنا ان في والله شركه معينه فيها 80 واحد عملوا لهم ابرنتلي هيلسي، ظاهريا سلام، بيتحركوا بيشتغلوا بيحققوا انجازاتهم وبيعملوا كل التارجت بتاعتهم او الاهداف بتاعتهم، وحللوا لهم لقوا 20 عندهم، يا نهار ابيض، وبي سي ار والماني وشغلانه وريال تايم ماشي، ولقوا عندهم. يعني ايه؟ يعني انت كده مجازا كده كل اربعه سلام فيهم قدامي كده ممكن يبقى فيهم واحد. ايوه هو ده اللي بيحصل، بس ممكن مناعته تفوقت عليه. طب ازاي حصل الحكايه دي؟ يبقى نقول كده الفيروس ده هو اللي هو الكورونا فيروس ده
من الفاميلي كورونا فيريدي او العائله التاجيه، يعني كورونا من تاج، يعني الفيروس ده هو بيقولوا عليه ان هو فيروس ذو بصيره. ذو بصيره ازاي؟ يعني ما يكونش الخليه بيروح على الريبوزومز ويسكر الخليه لنفسه علشان يعمل ريبليكيشن، يعمل ايه؟ تضاعف ليه. ماشي. وبعدين ايه؟ ينتج مواد كتيره قوي، المواد دي بتخدمه، يعني زي ما يكون حاشيه ليه كده، او الاراضيش بتوعه. ماشي. فاذا سخر الخليه كلها ليه، فاذا العدوى تحصل فين او نحمي نفسنا فين ونطمن الناس ازاي؟ انا اقول لك انا بقى. الاول من ان ايه اللي يحصل اصابه. ماشي. فالاصابه ده هي يحصل لها مثلا واحد مصاب يقوم ايه يعطس. ماشي. فدي كده ممكن يجي لواحد تاني. طب واحد التاني ده خد العدوى، يبقى انتقال العدوى دي اول حاجه. تاني حاجه انه يتغلب على مناعته. ماشي. تالت حاجه انه يحصل شيدنج، انه يفرزها ويديها لشخص تاني. يبقى كده الاصابه وانتشار المرض في الجسم وبعدين انتشاره لافراد اخرين. لو قدرنا نكسر واحده من التلاته دول، واحده من التلاته دول هنتغلب على المرض. يعني مثلا اقول لك انا على حاجه، لو انا مثلا مصاب بس لابس الكمامه، ماشي، يبقى فرصه ان انا اعدي غيري مش هتبقى موجود او هتقل. خلاص. طيب دي اول حاجه. طب لو واحد تاني لابس الكمامه وما هوش مصاب يبقى ما جالوش المرض. طب لو واحد جاله المرض دخل المرض فيه بس مناعته قويه يبقى ايه؟ يبقى اذا مناعته قويه، مناعته اتغلبت على الايه؟ على الفيروس. يعني انت عاوز تقول لي اه والله بعد ما سالت ناس كتير قوي وناس دكاتره الصدر في جامعه بنها والاساتذه الاشعه والاساتذه الباثولوجي، ماشي، والجهاز الهضمي والكبد، قعدت معاهم كتير قوي، الدكتور رضا البدوي والدكتور مجدي عمر رئيس قسم الصدر ورئيس لجنه مقاومه الكورونا، توصلنا الى ان احنا خدنا هيرد اميونيتي. هيرد اميونيتي او مناعه القطيع. ايه هي مناعه القطيع؟ برضو بنوضحها برضو للساده المشاهدين، ان ايه العدوى حصلت لايه؟ لناس كتير قوي، وناس كتير قوي مناعتها قويه واتغلبت عليها. طب نيجي نقول ايه؟ طب في ناس قلقانه، والله انا بكلم واحد امبارح بقول له يطلع معايا في البرنامج، وراجل متخصص برضه استاذنا، فبيقول لي انا بقالي 90 يوم في البلكونه ما خرجش من 90 يوم خايف. طب انا اقول لك بقى على حاجه، الخوف ده احد الحاجات اللي بتدمر جهاز المناعه. ايوه. في اعداء جهاز المناعه خمس حاجات، الخوف والقلق والاضطراب، الخوف والقلق والاضطراب والاكتئاب والتفكير السلبي. خوف، قلق، اضطراب، اكتئاب، تفكير سلبي، كل دي بتحطم جهاز المناعه، لان الحاجات دي كلها تمام. كل دي بتحطم جهاز الايه؟ جهاز المناعه. ليه دلوقتي في معانا مداخله من الاستاذ الدكتور سعد شعراوي. ايوه دكتور سعد شعراوي، استاذ ورئيس قسم علم الفيروسات بكليه الطب البيطري جامعه بنها بنشتهر. بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا دكتور حازم. اهلا وسهلا عليك. اهلا بيك يا دكتور سعد. وزي ما قلنا ان احنا بنتبع مبدا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لا يفتى في الفيروسات وشعراوي في المدينه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. ودكتور سعد، طبعا الناس بتوع الفيرولوجي اكتر ناس عارفين الجينوم او الماده الوراثيه بتاع الفيروس وانواعه، ماشي، وايه اللي بيسيب الانسان وايه اللي بيسيب الحيوان، وايه كوفيد 19 وايه سارس وايه متلازمه الشرق الاوسط. فعاوزين نحيط الناس بس يا ريت بتبسيط علشان ما نتوهمش ونطمنهم برضو. بصراحه يا جماعه انا عاوز اقول لكم حاجه قبل ما الدكتور سعد يتكلم. انا الصبح كنت قاعد معاه بستفهم منه عن بعض الحاجات، فانا رايح لابس الكمامه بقى وكده ومحتاط، والراجل ايه؟ الراجل جاي من غير كمامه ومطمن وعمال يشرح لي ويعد لي على صابعي ويقول لي مش عارف دي ويفهمني، فكتر خيره. فقلت له انت هو انت ايه بقى مطمن؟ فهو هيطمنكم زي ما طمني الصبح كده. فاتفضل دكتور سعد بقى وضح لنا الموضوع بتاع الكورونا فيروس والكورونا فريدي كلها. اهلا وسهلا حضرتك. هو دكتور حاتم، الفيروس من عيله الكورونا فيردي اللي هي العائله التاجيه، الكراون او شكل التاجيه،
عشان بيخرج، عشان الفيروس بشكل الكره البسيطه فبيخرج منه بما يسمى عندنا بالجلوميرولز او اللوامس اللي هو بينزل بيها على الخليه. الفيروس هو من عيل من مجموعه الفيروس او الفيروسات اللي هي من مجموعه الحمض النووي الريبوزي، هو وحيد الحمض النووي و ار ان ايه، شريط واحد، شريط واحد من من الار ان ايه فيروس، او من مجموعه الفيروسات اللي هي الريبوزوميه اللي هي الار ان ايه. تمام ماشي حضرتك؟ ايوه اتفضل. الو سامعني؟ بعد الفيروس زي ما حضرتك اشرت الجينوم بتاعه اللي هو الار ان اي ده بيسموه بوزيتيف سنس، لانه قادر ان هو يعمل انفكشن لوحده، يقدر يعمل بوزيتيف سنس. بوزيتيف سنس يعني نقول ان هو ايه، ذكي او ذو بصيره. ايوه تمام. بيخش على الفيروس، عشان كده بيبقى فتره الحضانه بتاعت الفيروس لما بيخش يتمكن من الخليه بتبقى سريعه جدا، لانه بيكون نفسه بيبقى اعداد كبيره وبيخرج بيعمل عوارض اللي احنا بنسمعها. العوارض بتختلف من عوارض ربما الانسان مش عارف شوفها، العوارض عظيمه وكبيره وممكن تنتهي بالوفاه زي ما احنا بنشوف، لكن هي المشكله ان في علاقه تبادليه او علاقه على سور التضاد بين العائل اللي هو اللي احنا بنتكلم على الكوفيد 19 اللي هو الانسان، اللي هو العائل الانسان والفيروس، في علاقه كل واحد بيحاول ان هو يحمي نفسه بوجود اسلحه زي ما بقول كده، اسلحه الدفاع والهجوم في نفس الوقت. فالفيروس بقدر ما هو عنده لوامس، حاجه اسمها الاس بروتين او البروتين السطحي، هو ده مشكله الفيروس كله. مجرد ان الفيروس نتكلم بس ما نخوفش الناس، لكن احنا لازم نقول لهم على الحقيقه عشان نعرف هو ليه احنا بنطلب منهم الكمامه، او ليه احنا بنقول له ما تخافش، او ليه احنا بنحدد بعض اي الاشياء بنقول له لا انت لازم تروح المستشفى دلوقتي. لان الفيروس عندنا بيخش عن طريق الجهاز التنفسي العلوي، وفي نفس الوقت انا بشوف بعض الناس بترفع الكمامه وتحطها على الفم بتاعها او بقها يعني، وده مش صحيح. الصحيح ان الفيروس اساسا منطقه دخوله عن طريق الجهاز التنفسي العلوي، منطقه الانف والمنطقه الخلفيه الاولى للجهاز التنفسي. والله لو الفيروس اصيب في المرحله دي وخلاص حصل له لوكاليزيشن في الاريا دي وعدت، فالانسان ربما ما بيشعرش بيها. واخد بال حضرتك يا دكتور حاتم؟ يعني انت معلش يا دكتور سعد، بس حضرتك بس بتتكلم بسرعه والناس انا مش قادر اتعامل. يعني قصدي حضرتك ان في ناس ممكن تبقى لابسه الكمامه كده وبعدين تنزلها كده؟ تنزلها على الفم. لا هو مش ما بيخشش عن طريق، يعني هو ان كان بيخش عن طريق الفم بصوره يعني قصدي ما خليها على الفم والانف سايبه كده عشان يتنفس بسهوله. لكن الانف ده هو ده مشكله دخول الفيروس عن طريق بالظبط اساسا، ده ما يمنعش ان هو ممكن يخش عن طريق العينين الملتحمه هو لفه وان كان بيسجلها الموضوع ده كده. الجوانب مسجله، لكن اساسا هو بيخش عن طريق الجهاز التنفسي باكثر من صوره للفيروس دوت. الصوره الاولانيه اللي انا هقولها تاني بشيء من البساطه، ان الفيروس بيحصل له لوكاليزيشن او تمحور في المنطقه بتاعه الابر ريسبيرتوري تراك اللي هو منطقه الانف والمنطقه الخلفيه او المنطقه الاماميه للجهاز التنفسي. فده ممكن يحصل له يا دوبك يعني نوع من انواع الالتهاب البسيط في الانف وبيعدي. ده دي اول الصوره. الصوره الثانيه ان هو ممكن ينزل في الجهاز التنفسي الاوسط، وده بيبقى ثاني صوره. يبقى الفيروس بيبدا الاول في الجهاز التنفسي العلوي، لو احنا قدرنا نقفل المنطقه دي كويس جدا مش هنسمع بعد كده اللي هيحصل. يا دكتور سعد بعدين حضرتك بس عشان بقول لحضرتك دلوقتي، طبعا احنا اللي كنا عملنا تحذير كده في جامعه بنا بنقول حسك عينك بقك مناخيرك ايدك تيجي عليهم، حسك عينك بقك مناخيرك ايدك تيجي عليهم، بنحذر الناس من كده، وده لقى قبول شديد. والفيس شيلد طبعا اللي هو البلاستيك ده هو، والكمامه والتباعد الاجتماعي. حضرتك يا دكتور سعد احنا بس في نص دقيقه كده معلش لان وقت البرنامج، تقول في عجاله كلمه اخيره للمشاهدين بس. الو الاتصال اتقطع. بنشكر استاذنا الدكتور سعد شعراوي، علي شعراوي، استاذ ورئيس قسم الفيروسات بكليه الطب البيطري جامعه بنها على المعلومات القيمه. واكيد الكورونا محتاجه منا حلقات وحلقات، فاعزائي المشاهدين نترككم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء في حلقه جديده من برنامج بيور فيت. فشكرا والى اللقاء.